صدقت سكرتيرية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مساء اليوم على مواصلة تطبيق مبدأ التقاصي في الموسم القادم، وينص هذا المبدأ على خصم نصف النقاط التي تجمعها فرق الدرجة العليا بعد انتهاء 30 مباراة، وبعدها يتم تقسيم هذه الفرق إلى 3 مجموعات علوية ووسطى وسفلى بموجب هذا الخصم. وقد صوت إلى جانب المبدأ 24 عضوا بينما عرضه 7 أعضاء بينهم ممثلو فرق مكابي حيفا ومكابي تل أبيب وبيتار القدس.